هو ملي تيمشي غادر واحد تيغادر دار البقاء ما عندك ما تقول. تنتمناو في المستقبل دابا الله يرحمه ويوسع عليه عطى اللي عطى لكرة القدم نشوفوا عائلته والبنيته ديالو كيفاش غيعيشوا نوفروا لهم الظروف نشوفوا كيفاش نوفروا لهم الظروف في المستقبل باش تقدر تقري هذيك البنيته وتقدر نشوفوا كي غنديروا يكون الخير. التكريم من الجمعيات الحكام لجهات الرباط مشكورين لجهات الرباط قنيطرة سلا قنيطرة مشكورين وعلى راسهم السي البرنسي الرئيس ديالهم مشكور. وهذه سنة الحياة تنبداو الحياة واحد النهار خاصنا نغادروه ولكن تجي قاصحة ميتن تنفرقوا الناس اللي عزاز علينا والناس اللي خدموا الوطن اما رياضيا اما في قطاعات اخرى وخاصة في التحكيم الكروي المغربي. الله يرحم كاع الناس اللي ساهموا من بعيد ومن قريب وغادرونا مشاو لضاء البقاء وتنتمنى ونشوفوا في المستقبل بين الحكام المغاربه علاش الوحيد اللي في الرقعه الخضراء اللي ما عندهمش عقد احترافي نتمنوا في المستقبل برئاسه السي فوزي القجاع هاد الناس اللي عندهم عقود احترافيه وعندهم ضمان اجتماعي وعندهم التامين باش الا طرات لهم شي حاجه ولا يلقاو باش عائلتهم باش يرجعوا. هذا هو الواقع. بناني احمد رئيس جهوي سابق لتكوين الحكام ومراقب حكام. اذا احنا في هذا الجمع اللي هو كان على ان الاخ وصديقنا الذي عبد العزيز سي عبد العزيز كان هو حكما شابا وكنت انا اتابعه لانني انا كنت مكلف بالتكوين الجهوي ديال العصبه وحقيقه هذا الشاب اعطى ان عنده ملاحم انه باش يكون حكم. ولكن انا في ذاك الاقسام الثالثه القسم الثالث راه اللي تجاوز ذاك القسم الثالث وجاوبوا بواحد بواحد الامتياز راه لا بد كتكون عنده في القسم الاول حتى هو كيجي عنده سهل. اذا هذا المرحوم راه كان تيبذل جهد وتنعقل بانه كان دار واحد المباراه ديال الشرطه وقال لي اودي فوالا انا راه غادي نمشي ندوز مباراه الشرطه وخفت انا لا ما يكونش عندي مكان ديالي في التحكيم. قلت له اودي ما تخافش سير دوز الشرطه الى نجحتي ومن بعد دوز ستاج ديالك وترجع عندنا رجعنا تلقى مازال المكان ديالك. وهذا الشيء اللي كان الانسان الله يرحمه يعني متمكن من التقنيات ديال التحكيم الا انه كانت فرقه عنده شويه كان مسكين الذات ديالو شويه ناقص شويه بالنسبه للجسمانيا كان شويه ناقص. اذا كان فيه ذاك المرض ولكن ما عاودش ما شافوش اي ما كشفوش عليه في الوقت الديبو ديالو. والله يرحم المرحوم لان ادى معنا واحد المهمه تحكيم. متنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.